الكبرى يا مشاهدينا متابعينا الكرام. فتحت البوابات على بركة الله لتنافس يجمع الجياد والأفراس المستوردة عمر الأربع سنوات فأكثر في الشوط السابع على مساهمة نادي الفروسية البالغة 100,000 ريال على مسافة 2400 متر ودورتان حول المضمار. الانطلاقة مع جايف فهد في المركز الأول وندفلو في المركز الثاني. المركز الثالث لعنود الخيل. تمر الخيل من امام المنصة الرئيسة هنا ميدان الملك عبد العزيز الفروسية بالجنادرية مع اخذ الجياد والافراس المنعطف الاول لها في هذا الشوط. وجايف فات في الصدارة واندفلو في المركز الثاني. عنود الخيل في المركز الثالث. بارق الخير في المركز الرابع. الصدارة لعنود الخيل ومسافة طويلة مسافة 2400 متر. عنود عجايب فات في المركز الأول. المحاولات أيضا من بقية الجهاد تبدأ الآن تحسم وقع مع أخذ المنعطف في الثاني لا في هذا الشوط على مساهمة نادي الفروسية والبالغة 100,000 ريال. تقود الجهاد والأفراس المستوردة عمر الأربع سنوات فأكثر. عجايب فات في المركز الأول. ابنة كابتن ريو في الصدارة والمركز الأول. المحاولات في المراكز الأخرى ما بين ويندفلو وأيضا بارق الخير وعنود الخيل وكرا ويدري المرشحان أيضا في هذا الشوط مع تقدم عصعص من الخارج. الآن عجايب فهد واقتراب الجياد من أخذ المنعطف الثالث لا في هذا الشوط. والصدارة لعجايب فهد. ويندفلو في المركز الثاني أحد الأسماء المرشحة وبقوة مع بارق الخير من الخارج المركز الثالث. وفتون يتقدم للمركز الرابع. تبدأ مراحل الحاسم الآن مع المنعطف الأخير. عجايب فهد في الصدارة والمركز الأول. وندفلو يبدأ الآن التقدم على عجايب فهد. وندفلو للصدارة بن دكتور فونغ في الصدارة والمركز الأول المرشح أيضا لهذا الشوط بمستوى ونتيجة. ويندفلو يضيف الانتصار التاسع في سجل السباقي والأول له في السباقات السعودية. إذن ويندفلو من نسل دكتور فونغ والأم سبيرينغ ابنة